أنا اسمي دارين العشي، اسم البروجكت تبعي أمينة ماربل. فكرة البروجكت تبعي إني أصور الناس اللي عرفوا حلمهم وحققوا لدقيقة واحدة. بصور الناس بإنترفيو بكون عم بحكوا على الإكسبرينس تبعتهم، القصة، كيف اكتشفوا حالهم، كيف اكتشفوا إيش هم بحبوا يعملوه بإنترفيو، وكمان بصور الورك إنفايرمنت تبعتهم عشان أخلي الناس هم بيحضروا هاي الدقيقة يدخلوا كتير بذير بيرسوناليتي ويعرفوا أكتر على شغلهم. فهيك بوضح الشخص بطريقة قوية وبيأثر باللي عم بحكي.